حوالي 6 سنين تقريبا ناشئين. قعدت قولي سبع بقى اتعلمت ايه؟ قعدت 7 سنين في الاهلي. 7 سنين فعلا كل يوم بشوف جديد. يعني انا عايز اتكلم بقى على الحته دي بالاخص، بشوف حاجات جديده كل يوم. يعني انا قاعد في نادي فكره اوروبي. مش مصري ولا عربي ولا الكلام ده كله، لا يعني فكره اوروبي. انا لما كنت في وادي دجله، مش بقلل من وادي دجله والله خالص، بس اللي هو في حاجات تانية كتيره قوي مختلفه في هنا، حاجه مش في بيت الانديه خالص. يعني النادي الاهلي في حاجات مش موجوده في اي نادي تاني خالص. الجيم ده اساسي. يعني الجيم ده اساسي جدا في النادي. بيعلموك بقى من اول وجديد. يعني في تمارين كده كنت باخدها من انا عندي 5 سنين. لا الاهلي بيأسسك كلاعب اكنك لسه عيل صغير. كنت قريب جدا من الفريق الاول، ايه اللي حصل؟ طلعت ساعتها كان مع كابتن مارتن يول. اتمرنت معاهم. حصلت المشكله اللي هي بتاعه الجمهور دي، وهو ساعتها مشي. فنزلت ده الناشئين. بس لما طلعت الدرجه الاولى بقى، ساعتها قابلت كابتن حسام غالي. وسلمت عليه، وكان بالنسبه لي برده اللي هو بتمرن مع كابتن حسام غالي وكابتن عماد متعب وبتاع. طبعا فكان في رهبه، بس فعلا هم يا جماعه لما لعيبه بتطلع الدرجه الاولى، لعيبه صغيره، هو بيخليك ان انت مش خايف. لا انت واحد مننا خلاص، انت لعيب كبير. انت مش صغير. انت فاهماني؟ فاللي هو لا كانوا بيتكلموا معايا، وكانوا بيتكلموا مع اللعيبه كمان اللي طلعت معايا في الفريق الاول. فحسيت ان انا لا انا لعيب كبير، انا واحد منهم. فاهماني؟ بس وكان يجي مثلا تغلط ولا حاجه، كان يجي يوقفك ويعلمك. فان اللعيب بحجم كابتن حسام غالي طبعا يجي يعمل معاك كده، فدي اصلا تفرق معاك معنويا ونفسيا كتير جدا. وتديك ثقه. بس فلعبنا ساعتها، واتمرنت معاهم. اتمرنت معاهم 2 سنين. واتمرنت مع مستر باسيرو. ساعتها برضو اكتسبت خبرات. قعدت في الدرجه الاولى وقت فادني في حياتي، وعلمني فعلا. يعني اللي انا استفدته فعلا من النادي الاهلي حاجات كتير قوي. بس فعلا ما استفدتش، اكتر حاجه استفدت منها اللي هو المكسب. انا لازم اكسب. انا ما ينفعش اعمل اي حاجه غير ان انا اكسب. انا لازم ابقى رقم واحد. انا امشي الناس تقول لك ده 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 ده, ده النادي الاهلي. فحتى هنا احنا لا لازم نكسب. فاللي هو في يعني في لعيبه معايا هنا، تاع كابتن تاحه من النادي الاهلي، هو لما بيخسر دي مصيبه. فاهماني؟ هو احنا كده بقى. يعني اللعب في النادي الاهلي هو كده، انت خسرت انت في عزا، في انت في حد حصل له حاجه. كابتن سنك صغير يعني.